بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا على قناة Metallurgical Discussions. النهاردة إن شاء الله هنبدأ Lecture number 2 الخاصة بالـ Pipe Drafting and Design. في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الفكرة عامة overview عن الـ Piping Design، وقلنا عن الـ Course Contents هنتكلم إيه في الكورس ده، والكورس ده لكل مهتمين بمجال الـ Piping Design والناس اللي شغالة في مجال الـ Welding and Inspection. وكلمنا برضو عن الميثودز اوف جوينينج بايب، طبعا الكومن ميثودز اللي هي البات ويلد والسوكت ويلد والسكروت او الثريدد ويلد، وقلنا الفرق بينهم ايه وشفنا اكزامبلز ليها والمواصفات اللي شغالين عليها ايه. في الشابتر ده هنتكلم عن البايبنج فيتنجز. طبعا ايه هي البايب فيتنجز دي؟ البايب فيتنجز بيقول دي بيسز اوف بايب ذات ار يوز تو ميك تشينجز اوف دايركشن زي الالبو او البرانش من المين بايب زي التي، عشان اعمل ريدكشن او اعمل ريدكشن في السايز باستخدام الريديوسر. وهنتكلم عن انواع الالبوز ايه وانواع الريديوسر واستخدامات كل نوع ايه من الريديوسرز، وانواع كتير من الفيتنجز هنتعرف عليها ان شاء الله في الشابتر ده. تمام، الفيتنجز طبعا دي جزء من البايبنج سيستم اللي انا شغال فيه، سواء شغال في مجال في الاويل اند جاز او الباور بلانتس، ان كان ايه المشروع اللي انا شغال فيه ايه. تمام، fittings دي like pipe are manufactured and classified. زي البايب طبعا بتصنع وتصنف طبقا للتكنس، ليها schedule لازم تكون applicable مع السيستم بتاعي البريجر بتاعي. تمام، فلازم يكون applicable مع البايب كسكيدول، وتعرفنا ان البايب يعرف بالسكيدول سواء ستاندرد او اكسترا سترونج او اكس سكيدول 160 او دبل اكسترا سترونج. تمام، بيقول لي في البترو كيميكال اندستري معظم الشركات طبعا بتستخدم حاجه اسمها البايبنج سبيسيفيكيشنز او الباي او السبيكس، مسمى بتاع البايبنج سبيكس. يعني بتستخدم تقول بيقول لي ان انا بستخدم النوميد بايب سايز 3 انش ده او اكبر من 3 انش كبات ويلد، بتستخدم كبات ويلد، وتعرفنا في الشابتر اللي فات البات ويلد اللي هو ايه. تمام، طب بالنسبه للديامتر اللي هي اقل من 3 انش بيبقى عندي سكروت او سوكت ويلد. تمام، سكروت اللي هو الثريدد او سوكت ويلد كونكشنز. تمام، اول حاجه هنتكلم عن نوع من انواع الفيتنجز ايه، اللي هو 90 ديجريز البو. و 90 ديجريز البو زي ما احنا شايفين في الفيجر ده، تمام، ده كونكشن لفيتنجز مع بعضها، هنا بايب مع البو. تمام، ممكن طبعا الفيتنجز دي تتلحم مع بعضها او كانديفيدوال او تتلحم مع بايب زي ما احنا شايفين هنا، ونكون بايبنج سيستم. هنا بتاخد عشان زي ما احنا قلنا بنغير الدايركشن، يا اما وضعها بيكون فيرتيكال زي ما احنا شايفين هنا، او بتكون هوريزونتال هنا اهو، ادي 90 ديجري البو هنا، 90 ديجري البو رولد ات 45 هنا، واخد درجه 45 درجه، وتغيير الدايركشن وليكن انا اتجاهي من الليفت للرايت او اتجاهه اب او داون او اتجاهه حسب انا عايز البايبنج سيستم اتجاهه في المحطة عندي او في البلانت اللي انا شغال فيها يبقى ازاي. تمام، طبعا ده بوضع عندي في الايزومتريك واحنا بنستلم، وكنا عملنا فيديو قبل كده ازاي تقرا هاو تو ريد بايبنج ايزومتريك. تمام، في انواع كتير من ال 90 degrees elbow. ال ELL دي S دي اختصار elbows. تمام، اختصار elbows، في انواع long radius elbow، في short radius elbow، في reducing elbow، في mitered elbow. هنتعرف ايه الفرق بينهم دلوقتي. تمام، احنا في حاجة بقى مهمة جدا عشان احسب الفيتنج لينس بتاعي. تمام، fitting length بيقول لي هو النومينال بايب سايز في 1.5. تمام، لو انا عندي النومينال بايب سايز ال NBS 8 انش، بالتالي اقدر اجيب الفيتنج لينس اقول 8 انش في بوصه ونص يديني 12 انش، لو وليكن 3 انش هنقول 3 انش في بوصه ونص تديني 4 بوصه ونص. تمام، دلوقتي هنشوف اللونج ريديس البو ايه هو اللونج ريديس البو، وازاي احسب الريديس بتاعي او الفيتنج لينس بتاعي ازاي.
بيقول لي هنا long radius elbow ال dimensional size of fittings are typically provided by the manufacturer موضع عن طريق المصنع بتاعي على الفيتنج بيبقى الستامب عليه فيه السايز فيه الداتا كلها. وكنا نزلنا برضو فيديو قبل كده على القناة ازاي نتعرف على المارك اللي بيبقى موجود على الفيتنجز والداتا اللي عليه بتمثل ايه. تمام، هنا بيقول لي الويلدد فيتنجز فلانج تشارت بروفايد ان ابندكس ايه، موضحه لي بيوضح لي اللي هو فيه تشارت الفيتنجز بيوضح لي الفيتنجز والفلانجز. تمام، هنا بالنسبه لي في الفيجر ده ده يوضح لي اللونج ريديس البو. تمام، وبيمثل لي هنا ازاي اللي هو الريديس وازاي احسب السنتر تو اند المسافه من السنتر للاند بتاع الالبو، وده دي تمثل ودي الاوت سايد ديامتر. ونحسب الريديس بتاعنا اللي هي بوصه ونص في نومينال سايز، اقدر احسب الريديس اللي هو بوصه ونص في السايز، لو عندي 8 بوصه السايز في بوصه ونص يبقى الريديس بتاعي 12 بوصه. ده ازاي اقدر احسب السنتر تو اند دايمنشن، طبعا ده في البات ويلد بس ما طبقش القانون ده في السوكت او في الثريد طبعا. تمام، ده في البات ويلد اونلي، بيقول لي هنا use this formula for butt weld fittings only. تمام، ده اللونج ريديس. هنا بيقول لي الويلد اهو ادي الويلد فيتنجز فلانج شارت، الشارت ده بيقول لي نومينال كل نومينال بايب سايز، الاو دي لو الاوت سايد ديامتر اوف باي ولكن 2 بوصه الاو دي بتاعي 2 و3 كمان. هنا الريديس او المسافه ايه اللي احنا بنعملها من السنتر للاند دي اهي لكل سايز بيديني الستاندرد بتاعي قد ايه، ال 2 بوصه هنا الايه 3. تمام، طيب هنا بيقول لي الـ drafting sample for the long radius elbow، الرمز بتاع الـ long radius elbow على الـ isometric بيبقى شكله ايه كـ sample. drafting sample لـ 90 degree long radius elbow are shown in figure 3-5 اهو، بيوضح لي هنا ده الـ elbow rotation طبعا اتجاهه down او up او left او right زي ما قلنا حسب الاتجاه اللي انا عايزه. هنا الـ long radius elbow في الاقطار الـ 12 بوصة فما اقل بتاخد single line، لو هي في الاقطار 14 بوصة بتبقى 14 بوصة بتبقى دبل لاين. تمام، دبل لاين. بيقول لي هنا الدرونج لونج ريديس البو تو ستيب باي تو باي ستيب ميثودز ويل بي بريزنت فور كونستراكت 90 ديجري البو، ازاي اقدر ارسم ال 90 ديجري البو على الكاد. ده طبعا كسوفت وير الناس المهتمه بيه مجال سوفت وير والديزاين وازاي يرسم الحاجات دي يقدر يتعرف عليها. فطبعا احنا مش تركيزنا كله هنا عن عشان موضوع الفيتنجز واستخداماتها ايه وشكلها ايه وتعريفها وازاي نحسب الريديوس والكلام ده. تمام، طبعا ده امثله وهنا فيجرز توضح الكاد كونز تطبيقاتها والرسم ازاي الفيتنج دي على الكاد. تمام، وخطواتها ايه. تاني نوع من الالبوز اللي هو الشورت ريديس البو اهو، بيقول لي سينكونسنسس ويز انفورميشن فروم ذا كاستم ان 90 ديجري شورت ريديس البو. هنا بقى الفرق ان انا في شورت ريديس بحسب الريديس هنا انها تبقى واحد في النومينال سايز، هناك كان بوصه ونص لا هنا بوصه في النومينال سايز اقدر احسب ايه الريديس بتاعي. تمام، الاس ار دي اللي هي شورت ريديس، ال ار لونج ريديس ده ك ابريفيشن يعني. تمام، المايترد البو هنا بيقول لي ال 90 ديجري البو ويل منشن اللي احنا ذكرناه ان ذا از مايترد البو اللي هو هنا بيقول لي لونج ريديز اند شورت ريديز البو، ده لونج وده شورت زي ما احنا شايفين في الفيجر ده. المايترد البو ايدنت ان اكشوال فيتنج، ده ما يعتبرش فيتنج حقيقي ليه؟ ولكن ده انستيد اذا مانيفاكتشر تيرم ان ذا بايبنج سيستم، انا بصنعه حسب الدرجه اللي انا عايزها. تمام، باي ميكينج انجلر كاتس يعني كاتس بزاويه معينه ان ستريت ران اوف بايب اند ذن ويلدنج ذا كاتس، الكاتس دي بجمعها مع بعض وبلحمها وبالتالي بعمل لها هاف بين رولد تقدر في التو اديفرنت انجل الزاويه انا محتاجها على حسب الديزاين بتاعي. تمام، ممكن يكون المايتر البو ده كلاسيفايد من 1 او 2 او 3 او 4 ويلد مايتر في 4 اجزاء او 3 او 2 على حسب الاستخدام بتاعي. النمبر اوف ويلدز يوز ديبيند بيعتمد على السموثنس اوف فلو ريكوايرد ثرو ذا تير، بيعتمد على السموثنس بتاع الفلو اللي انا شغال فيه تبقى للديزاين. تمام، هنا بيقول لي درافتنج سيمبل للمايتر دي ايه، ده السيمبل بتاعك درافتنج على الشكل ايه والكاد وفي الاقطار طبعا 12 بوصه سنجل لاين، في ال 14 بوصه اكبر بتبقى دبل لاين.
هنا طبعا الفيجرز ده بيوضح لي شكل الميتر دي البو. هنا الميتر دي البو بيكون هنا اثنين ويند، ادي الحام والحام من اثنين بار. هنا بيبقى عندي 1 2 3 4 بارتس بي 3 ويلدز اهو كاتس زي الشكل اللي احنا شايفينه. هنا 4 ويلد اربع لحامات 1 2 3 4 5 بارتس بجمعه بلحم وبيديني الشكل الميتر دي البو حسب الديزاين وقلنا السموثنس بتاع الفلور اللي انا محتاجه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون الناس استفادت وإن شاء الله تستنوني فيديو جديد. شكراً.